السلام عليكم ومرحبا بكم أيها الأبطال، أبطال الصف السادس الإعدادي. جيناكم باليونت الثالث وإسقاطاته، راح نحلهن ونشوف الدلائل مالتهن. أوكي، طبعا أنا قبل شوية حليتهن، طلع الصوت ما مشتغل. أوكي، هسه توكل على الله ونقرأ. عندي أول واحدة بوث. أوكي، هي قبل كل شيء إسقاطات شنو؟ إسقاطات كلمات فوق تعاريف وننزلهن على هذه الكلمات. فالبالأحمر هي راح تكون مرشحة تجي، بالأزرق ممكن تجي ممكن، أو ممكن تكون هي الدليل. أوكي، أول كلمة أو أول نقطة الأولى a path. path معناتها صندوق. يقول لك a box. من أشوف كلمة box، هذا البox، أجيب البوث من فوق هنا أنزله. أوكي، a path is a box like room، مثل الغرفة. where interpreters work، حيث مترجمين يشتغلون. اثنين، what is your title؟ title بمعنى العنوان. من اشوف what is your فراغ هنا راح يعطيني it is Mrs. او Miss او there. دكتور بمعنى ذني عناوين، على هذا ايش نسميهن؟ من اشوف ذني بالازرق نسميهن title. she pays money، تدفع فلوس. المن for the irregular freelance، من اشوف pay money واشوف freelance هنا اجيبها وانزلها. I can't get a job، ما أقدر أحصل على job. أوكي، ليش؟ because I don't have the right qualification. qualification معناته مؤهلات. فإذا ألقى هاي qualification فوق والجوب هنا جوا أجيبها وأنزلها إلها. إذا ألقى هذا الفراغ وألقى qualification أكيد أجيبها وأنزلها إلها. أوكي، who designed the amazing building؟ من يصمم هذا ال building؟ ديزاين معناته يصمم. منو اللي يصمم؟ الاركيتك اللي هو المهندس المعماري. So literally translation، ترجمة الحرفية doesn't convey the sense، ما تنطيني المعنى الحرفي او ما تنطيني المعنى التام. I'm hungry، انا جوعان. Let's have a lunch. شوف، اذا لقيت hungry ولقيت كوليج ولقيت كانتين هنا فوق اجيبها وانزلها. I'm hungry let's have a lunch، خلينا نروح نتغدى. وين؟ in college canteen، في مقهى الجامعة. So I'm a bit scared، انا شوية خائف. هاي وين القاها؟ فوق scared، وانزلها of highest. انا I'm a bit scared of highest، اخاف من المرتفعات. فاما القى هذا الدليل او القى هذا الدليل، فاي واحدة القاها اجيبها من فوق أنزله. All the staff بمعنى الفريق، بمعنى المدرسين هم. Are really friendly ودودين. من أشوف all the والق staff فوق أجيبها وأنزلها. All the staff are really friendly and helpful، جميع المدرسين ودودين and متساهلين. So I'm interested in the environment. Environment معناتها البيئة. I'm interested in environment. Okay. I would like career of ecology. أريد أصير عالم بيئي. So 11. Studying engineering. دراسة الانجينير الهندسة. Needs knowledge. تحتاج إلى معرفة. In technical term. So please fill in this form. Please fill هنا املي، نشوف please fill in the والقى form هنا اجيبها وانزلها. اوكي، او ما القى هاي، يعني هاي موجودة راح القى details. Write your name here and all other details. details كل التفاصيل، اكتب كل التفاصيل. I want to go to university، اريد اروح للجامعة. and get a science degree، واحصل على شهادة بالعلوم. I did a test، سويت تيست فحص. to find out، حتى القى what level in my English was. so test بمعنى امتحان و level مستوى. فاما القى هاي فوق او القى هاي فوق، فهاي دليل الهاي وهاي دليل لهذه الكلمة. so captain بعد نعرفه، وراح القى pilot هنا اجيبه وانزله. كابتن علي has been a pilot.
كابتن علي هو طيار. Have you read the article about those in the magazine؟ هل قرأت بالارتكل هاي المقالة بالمجازين؟ It is by my aunt who is a journalist. هذا العمتي اللي هي صحفية. I would like to go computer. كمبيوتر من ألقى كلمة كمبيوتر وألقى كورس فوق أجيبها وأنزلها. أو ألقى هاي كلمة الكورس هنا والكمبيوتر فوق أجيبها وأنزلها. I would like to go on computer course. كمبيوتر كورس بمعنى شلون نقول دورة للحاسوب. To improve my skills. حتى أطور من مهاراتي. All our teachers. كل مدرسينا هنا teachers إجت are qualified. qualified عندهم خبرة and high experience وأيضا خبرة عالية. أوكي 19. My sister tour guide. tour guide بمعنى دليل سياحي اللي هذا يروح ويانا. She takes tourist. من أشوف كلمة tourist أجيب tour guide من فوق وأنزله. أو ألقى هاي tour guide وهذا فراغ أجيب tourist من فوق وأنزله. Okay. I wasn't good tour guide. ما كنت دليل سياحي جيد. ليش؟ Because I didn't speak enough language. لأن ما أقدر ما أعرف أحكي لغات كثيرة. فيقول I didn't good guide. ما كنت جايد جيد. ليش؟ لأن ما عندي enough language. كاركينيا is idle place. مكان جيد. اوكي المن فور تورست الى السواح. هو وونت ا بيسفول هوليداي. اللي يردون عطله جيده. اوكي اللي هنا انتهى هذا الاسقاطات مال الوحده الثالثه. ان شاء الله راح نبدا وياكم الوحده الخامسه والوحده السادسه ايضا.